اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023 والذي أقيم تحت رعاية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على مدى 5 أيام بتنظيم من نادي البحرين للسينما وبرعاية هيئة البحرين للثقافة والأثار. واشتمل المهرجان الذي حمل شعار تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام على عدد من عروض الأفلام والورش النوعية المتخصصة في السينما. وخلال حفل الاختتام تم الإعلان عن جوائز المهرجان الرئيسية والتي تنافس عليها 117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 476 فيلما، كما تم تكريم الجهات الداعمة ومقدمي الورش والندوات ولجان الاختيار والتحكيم. وبهذه المناسبة أشاد المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي عمار زينل بمبادرة سعادة وزير الإعلام لرعاية المهرجان وإيمان بشغف الشباب في مجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة، مشيرا إلى أن المهرجان بهذه الدورة جاء لخلق ثقافة سينمائية مغايرة وعميقة تعبر عنا جميعا وتعكس هويتنا. واختتم زينل كلمته بالإعلان عن استمرار مهرجان البحرين السينمائي بنسخته الرابعة في السنة المقبلة. في هذه النسخة من المهرجان كان في دعم كبير من سعادة وزير الإعلام رمز عبد الله النعيمي. هذا الدعم أعطانا خلنا نقول دافع معنوي أقوى من أي دافع ثاني إن إحنا ننجز هذا النسخة بأحلى أو أحسن صورة تعكس جدية البحرين في تطوير المجال السينمائي، تعكس روح البحرينية في العطاء للسينما. أنا اليوم قاعد أشوف الشباب كلهم عندهم أمل، عندهم طموح. فزت اليوم بجائزة أفضل فيلم روائي قصير عربي، طبعا سعيد جدا لأن هذا الفوز يأتي من مملكة البحرين. بالنسبة لنا كسعوديين يعني وخليجيين أيضا، مملكة البحرين كانت دائما وسابقا وبشكل مستمر هي حاضن للسينما منذ سنوات طويلة. احنا حبينا السينما من سينمات البحرين. فزت افضل فيلم بحريني قصير في مهرجان البحرين السينمائي عن فيلم بحريني شباتي، والفيلم هو انتاج تبع مبادرة بحريننا ووزارة الاعلام بالتعاون مع المركز الفرنسي. طبعا مهرجان البحرين السينمائي دوره جدا كبير في دعم السينما في البحرين، فيعني هو المحفز، خلينا نقول المحفزين الكبار في البحرين لدعم الشباب. واحنا حلو ان الواحد يحضر ويشوف افلام تنعرض قدام جمهور كبير وتحت مظله خلينا نقول للسينما في البحرين.